تداول النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لظهور طيف نوراني مجسم للقديسة العذراء مريم فوق قباب كنيستها التابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس في مدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا. وقال شهود عيان أن الطيف النوراني قد بدأ ظهوره في حوالي الساعة 2:30 فجر صباح يوم الجمعة 17 يوليو 2020 على مرأى ومسمع الجميع. ودي الصور اللي التقطت في هذه الساعة. وقال القس مينا سمير سكرتير الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجة للأقباط الأرثوذكس أن بعض الأقباط شاهدوا في فجر اليوم الجمعة ظهورات نورانية للعذراء مريم على منارة كنيسة العذراء بدير مواس، وتم تصوير هذه الظهورات بالتاريخ والوقت. وأضاف القس مينا أن نيافة الأنبا أغابيوس شهدت التصوير، وأكد أن هذه الظهورات سبب فرح وتعزية لما نمر به، موضحا أن الكنيسة سوف تترقب أي ظهورات أخرى قبل إصدار أي بيان للتأكيد. طبعا ده بيفكرنا بظهور الست العذراء في الزيتون في كنيستها، وهنشوف دلوقتي أسرار ظهورها. اللي كان ظهور العذراء في الزيتون في 2 أبريل 1968 غير مسبوق، فهو من أكثر ظهوراتها سموا وتفردا وقوة وروعة وتكرارا وانتشارا واستمرارا، وتمت فيه عشرات بل مئات المعجزات التي عجز الأطباء عن تعليلها أو تفسيرها. وكان هذا الظهور هو الظهور الأول الذي تم تصويره فوتوغرافيا وأذيع تلفزيونيا، فقد صوره مئات المصورين المحترفين والهواة وأذاعه التلفزيون المصري، ونشرت أخباره جميع الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية، وشاهده الملايين ورئيس الجمهورية وسكرتير المجلس الإسلامي الأعلى. وقد أسد البابا كيرلس السادس وتحر عنه البوليس، ففي البداية تصور البوليس أن هناك خدعة متقنة، ومن ثم قام بفحص المنطقة المحيطة بالكنيسة فحصا دقيقا لمسافة 24 كيلومتر للكشف عن أي نوع من أنواع الحيل يمكن أن يكون قد استخدم في عمل الأشكال التي ظهرت بها العذراء. وبعد فحص دقيق وجهد شاق لم يتوصل إلى شيء، وتأكد أن الظهور حقيقي وأن العذراء كانت تأتي وتظهر من السماء. دي أول صورة لظهور العذراء، كان ظهور قوي وواضح جدا لكل اللي شافه، وهنشوف أسرار تانية عنه دلوقتي. ودي الأخبار في مايو 1968، بيان رسمي من البابا كيرلس السادس يعلن ظهور العذراء في كنيسة الزيتون، آلاف المواطنين من مختلف الأديان حضر. وقد أرسل جمال عبد الناصر إلى بطريركية الأقباط الأرثوذكس بعض المبحوثين ليتأكد من ظهور العذراء مريم، وجاء مبعوثيه يسألون البابا كيرلس السادس هل العذراء ظهرت، فلم يجيبهم. وعندما أصروا على الإجابة قال لهم اذهبوا وشوفوها بنفسكم. فقرر الرئيس كمال عبد الناصر الذهاب شخصيا لمشاهدة هذا الظهور الغريب، ومعه عائلته، وكان يصحبه حسين الشافعي سكرتير المجلس الإسلامي الأعلى. وجلسوا في شرفة منزل أحمد زيدان كبير تجار الفاكهة، والذي كان منزله مواجه لكنيسة السيدة العذراء بالزيتون. وليلتها ظهرت السيدة العذراء أم النور ظهورا فريدا في 5 صباحا، وراجع كتاب محمود فوزي البابا كيرلس السادس وعبد الناصر. ورآها كل الحضور، وتولت الحكومة تنظيم الحضور حول الكنيسة وجمع مبالغ نقدية، وأعطت الحكومة الجراج المقابل إلى الكنيسة.
وبنيت فيه كاتدرائية كبيرة باسم القديسة العذراء مريم. مشاهدة الرئيس جمال عبد الناصر لظهور العذراء أكدت كل التقارير التي كتبت عن ظهور العذراء في الزيتون على حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكنيسة العذراء بالزيتون ومشاهدته للظهور وشهادته له. الرئيس الراحل جمال عبد الناصر طبعا، وهنا على اليمين البابا كرولوس السادس، وبيان رسمي من بابا كرولوس السادس يعلن ظهور العذراء في كنيسة الزيتون. الصلوات التي تستجاب ولا تقف في طريقها عوائق أو عقبات، أقيم صدرقان أمام كنيسة العذراء بالزيتون لوقاية الزوار من البرد والأمطار، تسجيلات صوتية من الكنيسة ترسل إلى أمريكا لإذاعتها، مطران من الهند يطلب بيانات لتنظيم رحلات للكنيسة، ظواهر روحية متعددة تشاهدها الجموع قبيل الفجر. والصحف كتبت: ما معنى أسراب الحمام وألوان الملابس التي تظهر بها؟ ودي أسراب الحمام اللي كانت بتظهر مع الظهور النوراني للسيدة العذراء. وعلى سبيل المثال يقول الكاتب الصحفي محمود فوزي في كتابه البابا كيرلس وعبد الناصر صفحة 77 و78، قال: وفي دقائق كانت حشود من الجماهير تتطلع إلى هذا المكان أملا في رؤية السيدة العذراء، وتقرر في الأيام التالية هذا المشهد كثيرا، مما دفع الرئيس جمال عبد الناصر إلى أن يذهب إلى هناك ومعه حسين الشافعي سكرتير المجلس الإسلامي الأعلى وقتها، ويقف في شرفة منزل أحمد زيدان كبير تجار الفاكهة، وكان منزله مواجها للكنيسة لكي يتحقق بنفسه من رؤية العذراء. وظل عبد الناصر ساهرا إلى أن ظهرت العذراء في الساعة الخامسة صباحا. وهنا وطني كتبت بيان المقر البابوي يؤكد ظهور العذراء، معجزات الشفاء لمن شاهدوا العذراء، تقرير هام لوزارة السياحة عن ظهورها ومعجزتها. والناس كانت كلها بتبص لفوق بتشوف العطر. وجريدة الأخبار في 5 مايو 1968، آلاف المواطنين من مختلف الأديان والطوائف قرروا بيقين رؤية العذراء، ومنهم بشهادات جماعية. وكان أول من شاهد تجلي وفقا لبيان المقر البابوي الصادر في أبريل 1968 ونشرته ساعتها جريدة الأهرام المصرية. ويذكر بيان المقر البابوي أن الخبير عبد العزيز علي المكلف بحراسة الجراج ليلا رأى نورا فوق قباب كنيسة العذراء، فبدأ يصيح ويصرخ قائلا: نور فوق القبة، ونادى على باقي العمال ليشاهدوا المنظر. وبعد تدقيق شاهدوا فتاة تسجد عند القباب، وبعدها شاهدوا الفتاة وهي تنهض، فظنوا أنها مقبلة على الانتحار فصرخوا لنجدتها، ومنهم من خاف وأبلغ الشرطة وجاءت على الفور، وتجمع المارة من الرجال والنساء لينظروا إلى الفتاة. وبعد فترة اشتد ضوءها فكانت مضيئة جدا، وكانت ممسكة في يديها بغصن زيتون. وأضاف المقر البابوي أنه مع ظهور العذراء طار سرب من الحمام الأبيض فوق رأسها، فأيقن المسيحيين حينها أنها السيدة العذراء. وكانت تنتقل بين قباب الكنيسة، تارة تسجد وأخرى تقف تصلي، وانطلقت جموع الكنيسة تنشد الترانيم والألحان والتسابيح للسيدة العذراء. وكانت فرحة على الكنيسة كلها، ورآها الآلاف من المسيحيين والمسلمين والأجانب. وأرسل المقر البابوي وفدا للتأكد من ظهور السيدة العذراء، وصدر بعدها بيانا من البابا كرولوس السادس يؤكد فيه ظهور السيدة العذراء.
فوق كباب كنيستها بالزيتون، وأصبحت الكنيسة مزارا للأجانب يأتون من كل البلاد لزيارة الكنيسة التي ظهرت فيها السيدة العذراء. ويعتقد الأطباء أن السيدة العذراء عندما تظهر فإنها ترسل رسالة إلى الناس تعزيهم وتقويهم. وقبل ظهور السيدة العذراء في أبريل 1968 كان الشعب المصري كافة في حالة حزن شديدة بسبب نكسة يونيو 1967، ولذلك اعتبر المسيحيين أنه عندما ظهرت السيدة العذراء فإنها أعطت تعزية للشعب وقوة، وشعروا أنه لن تطول فترة الحزن. واعتبر البابا تواضروس الثاني في كلمة مسجلة أذاعتها الكنيسة أثناء الاحتفالات العام الماضي أن ظهور العذراء في الزيتون رسالة محبة وسلام وفرح ومؤازرة من أمنا العذراء مريم القديسة، مضيفا: وأمنا العذراء لها مكانتها الطيبة في قلوب كل المصريين مسيحيين ومسلمين. ونحن نحتفل بهذه الاحتفالات الكبيرة التي نتذكر فيها عمل الله معنا، ونتذكر كيف افتقدنا الله بهذه القديسة على أرضنا في بلادنا مصر. ومنذ ظهور السيدة العذراء في مصر عام 1968 أصبحت الكنيسة تحيي ذكرى الظهور في 24 من شهر بشنس القبطي كل عام الموافق 2 أبريل. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.